خلاص يا حبيبي؟ يا حبيبي يلا يلا بينا. فريدة في ايه يا فريدة؟ لمحت واحدة شبه عش تقريبا هي. انت متأكدة انك شفتيها؟ لمحتها من الجنب كده، مش متأكدة. خرجت مع واحد ماسكة ايده وركبوا العربية ومشيوا. طب خدتي رقم العربية؟ فيه شين واو 584. 584. طب بصي، مش عايزين نجيب سيرة للأسر خالص دلوقتي لحد ما نتأكد، مش عايزين نفكروا بالموضوع على الفاضي. عم اليوم امسك. ايه ده؟ دي كوباية شاي تدفي جوفك كده في البرد دوت. مش عايز. هو انت تغضب على الشاي رخر؟ وبعدين يعني هو انا جايبة حاجة من عندي؟ ما كله من مالك. الشاي شايك والمية في حنفيتك والنار من عندك. ألف هنا بشفا. ايه ده؟ انت مالك عاملاها مر كده؟ مش كفاية عليا مررت الدنيا؟ ما انا ماليش السكر. هو عندك جوه في برطمان ازاز كده بغطا احمر. لقيته. كم معلقة؟ معلقتين ونص. هو انت لسه زعلان مني؟ طب وسيدي الورواري؟ وسيدي الورواري انا لو عندي مطرح تاني اروحه كنت رحت، بس انا ما عنديش. الشارع وحش قوي يا عم الحاج. انا اول ما الاقي مطرح هسيبك. خلاص يا بنتي، مش زعلان منك. يبقى سيب الشاي دون بقى الله يسهرك، وقوم نام جوه. لا لا، خش انت نامي جوه، انا هكمل كوبايه الشاي دي وهنام هنا. هنا فين؟ في البرد دون؟ ده انت تموت. ما تخافيش، انا مصاحب البرد ده بقالي 15 سنه. خش انت بس هاتي لي بطانيه من جوه. يبقى انت لسه زعلان مني. يا ستي والله ما زعلان منك، بس ما يصحش. يا عم الحاج، ما سيبك من اللي في راسك ده، وانا قد بنتك. هو انت خايف مني؟ لا مش خايف منك. امه خاف الشيطان يوزك؟ لا برضو مش خايف الشيطان يوزني، بس اتقوا مواقع الشبهات. مالك؟ يعني ما تحطيش نفسك في خانه تخلي الناس يظنوا فيك السوء. يلا يلا روح هات البطانية بقى عشان أنا سايحت. يلا ماشي. وحشتك ده، واحنا مع بعض طول النهار يعني. لا انا مش قصدي وحشتيني كده، انا قصدي وحشتيني. لا طارق مش هينفع. تعالي هنا. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع النهارده ولا الاسبوع ده كله. فعلا؟ اوكي يا حبيبتي مفيش مشكله. انت زعلت؟ لا يا حبيبتي، انت ذنبك ايه؟ حاجة غصب عنك. بعدين احنا قدامنا العمر كله اللي خلانا نستحمل كل ده، ما جاتش من كام يوم. انت مش هتنام؟ لا انا هطلع البلكونة اشرب سجارة.
كل ما باخدك في حضني ببقى عايز اخدك في حضني مرة كمان، لو في منك مرة كمان كنت احبك مرة كمان. انا كل ما باخدك في حضني ببقى عايز اخدك في حضني كمان وكمان. شمس الشموس، انا قلت انت نسيتنا خلاص. وانا اقدر برضو، بس ما كنتش راضي اجيلك وايديا فاضيه. ايه جايب لي هديه ولا ايه؟ واي هديه بنت فاكهه سي كلاس وما تحت السي كلاس، بس ايه انضف حاجه في منطقتها توقع اجدع شنب من تجار السوق اللي بيقولي خميس وجمعه. كام سنه؟ لغه عشرينيه كده يا اخويا. ما تابع ده البحر اللي اسمه بحر ما بيقولش لا. هقول انا لا؟ الصبر، البت لسه عصاق في شغل كتير، عايزة سكينتين معجون وتخش فرن وتاخد وش لميع تبقى عزيره. وانا عندي الزبون. انا حبك.
طارق، طارق ايه؟ انت الساعة كام؟ الساعة بقت 8 يا حبيبي. انت ايه اللي نايمك هنا؟ لا ده بتفرج على فيلم حلو قوي بس شكلي نمت في نص. طب اعمل لك تفطر؟ لا يا حبيبتي انا اكلت بسكوت وشربت شاي بلبن. طيب طب خش نام جوه وانا هصحيك على الغدا. يلا. انت رجعت يا حرام الفراخ؟ يلا يلا فسحي لاختك شوي. شيخ منصر وبتصلي مش مكسوف من ربنا اللي انت بتسجد له وانت حرامي فراخ؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حاول لما يبقى يحولك. بتدعي ربنا تقول له ايه؟ يا رب سامحني ان انا سرقت الفراخ من الولية الغلبانة؟ ولا بتدعي تقول يا رب ام بلوزة ما تاخدش بالها لما اسرق كل يوم فرخة؟ في ايه يا ست انت؟ في ايه؟ انت حاطة نقرك من نقري ليه؟ انا راجل محترم مش حمل بهدلة. ولما انت راجل محترم بتسرق الفراخ ليه؟ والله والله ما جيت جنب فراخي. طب ايه اللي مقعدك في اوضة زبالة الناس عيسى اللبان؟ ظروف. ظروف يا ست مبلوزة. ساعات الظروف بتجبر البني ادم انه يعمل حاجات هو مش عايز يعملها. يعني انت راجل غلبان بجد؟ والحاج عيسى راجل جدع. بس اخرس خالص، ما تجيبش سيرة زبالة الناس دي على لسانك طالما انك بتقول انك راجل محترم. حاضر حاضر يا ست مبلوزة. يعني انت ما خدتش الفرخة؟ تاني. طب خلاص خلاص حقك عليا، مش هقول لك تاني ابدا انك حرامي فراخ. ربنا يخليك يا ست مبلوزة ويخلي لك بلوزة. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. صباح الخير. يا لهوي الحقوني يا ناس، غيتوني يا عالم. يا راجل يا نجس يا وسخ، يا وليه بيت البنت اللي قد عيالك في الاوضه. بس سيب الراجل يا ست مبلوزه. راسي يا ست مبلوزه يا ست حفاهمه. يا راجل يا نجس يا وليه يا ناس، غيتوني يا بابات. الراجل الزباله ده والبنت اللي ماما دي في وضع مخل بالاداب. يعني ايه؟ هتدخلني ولا اقول لك اللي انا عايزه من على الباب وامشي؟ مالك في ايه؟ تعبانه تعبانه قوي يا اسر. طب ارتاحي تعالي ارتاحي. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ايه دي؟ انا عارفه انك زعلان مني بس صدقني مش بايدي، غصب عني والله. بس بس انت شكلك تعبان قوي، ايه دي كده وبعدين نتكلم. لا لا مفيش وقت، انا كده ارجع لك شبكتك و...
بقول لك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. استني هنا، انا مش عايز شك ومش هسيبك تمشي تاني. مش هينفع يا ياسر، خلاص الموضوع كله كان غلط من الاول اصلا. غلط ولازم نصلحه. انا ما عنديش استعداد افضل وعدك بحاجه عمرها ما هتحصل. استني هنا، انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. اختفيتي ليه ورجعتي ليه وعايزه تختفي تاني ليه؟ عشا ادخل. تمام يا علي بيه. ها حامد، تمام تمام ولا كده وخلاص؟ عيب يا باشا، انا عارف الفرخه بتخبى بيضتها فين، بس قبل ما اقول لسعادتك عندي طلب. طلب ايه يا حامد؟ في ايه يا حامد؟ وانت ما بتعملش حاجه لله ابدا؟ ها عايز ايه؟ صراخ مين بهدلنا فرحات؟ وصيها لحبيبك حامد يا باشا. حاضر حاضر يا حامد. ها خلص قول. صاحب العربيه سعادتك اسمه طارق حلمي وشغال في الاذاعه موجودات دول، يعني اعلام كبير وابن ناس، ولسه واخد اجازه عشان عريس جديد. لا تمام تمام يا حامد. طب وجبت لي عنوان الاعلام الكبير؟ العنوانين، عنوان بيت امه وعنوانه الجديد يا باشا. انا بخلص اهو، بس راحه وصراخ بيه ربنا يكرمك. انا عندي رايه بكره ولازم اسهر، الارض هي اللي بتاكلنا عيش، وانت عارف مرتبات الحكومه ما بتعملش حاجه. حاضر حاضر يا حامد. ايه الهيصة اللي بره دي؟ لا 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 مفيش حاجة يا باشا، ده راجل عجوز قفشوه مع بنته صغيرة وهم يعني. طب دخلهم دخلهم نتسلى شوية لحد ما يجي سراج بيه. العنوان يا باشا. اه ماشي. عش عش انت كويسة يا حبيبتي؟ ما تخافش يا ياس. ما تخافش ايه؟ انا هروح اجيب لك دكتور حالي. لا يا حبيبي استنى، انا كويسة، انا بس ما اكلتش حاجه من اخر مره كنا مع بعض. انت اتجننتي؟ انا هروح اجيب لك اكل. لا يا ياسر مش هقدر استنى. لازم تقدري، انت كده هتموتي. كام دول؟ مليون جنيه. انا قلت 2 مليون بتاعت حمرق. احمرق؟ بقول لك ايه، انا جمعت المبلغ منه في كل حته عشان اخلص منك. هتيجي معايا للدكتور عشان نخلص من اللفات من دوب، اكتب لك شيك بباقي المبلغ. اوعى ايدك كده، انت ما تتشرطش عليا. الريموت بتاع اللعبة في ايدي انا، انا اللي قلت اعمل ايه وما تعملش ايه مش انت. يعني ايه؟ يعني فلوسي توصلني كاملة الاول وبعد كده نبقى نعمل العملية. عايزني اجي معاك اتبنج افوق من البنج، لا الاقي اللي في بطني ولا الاقي الفلوس. يا حبيبي انت ما تضمنش. وانا اضمن منين انك تاخدي الفلوس دي وما تعمليش العملية وترجع تبتزيني؟ انت كمان ما تضمنش. ماشي، طالما بقى عم عشان مات والمعاملة بقت خد وهات، هات بقى المليون دول وخلي النص التاني بعد العملية. أظن بقى كده فير. يلا يلا هات العنوان وأنا ساعة زمن هروح أقفل على الأرنوب ده في حشته وأجي لك على طول. ماشي. اتفضلي يا ستي. آدي العنوان. دكتور صاحبي شاطر جدا، هيبقى ستر وغطى علينا. ساعة زمن ومش عايزك تتأخر. حبيبي أنا عمري تأخرت عليك. باي. أنا يا باشا طلعت فوق السطوح لقيت الراجل الشايب العيب ده والبنت دي في وضع مخل. آه يعني إيه وضع مخل؟ وضع مخل إزاي يعني؟ وضع مخل يا بيه يعني وضع مخل. ايوه يعني لقيتيهم فوق السطوح كده على عينك يا تاجر ولا كانوا في اوضه؟ لا يا باشا كانوا في اوضه عيسى اللبان، الراجل ده اصلا سو وبيشغل البيت دي وبيقبض عليها ومأجر الاوضه بالساعه. وسيدي الورور يا بيه ما حصل ولا يا كداب. بس يا بنت انت ما تتكلميش غير لما اسالك، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا بيه. وانت طلعتي لقيتي باب الاوضه مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ لقيتي الباب مفتوح ولا انت اللي فتحتي الباب؟ انا بيه سمعت الصوت كده لمؤاخذه يعني فخبطت فتحوا لي الباب. اه انت كدابه يا وليه انت، ازاي شفتيهم في وضع مخل وازاي هم اللي فتحوا لك الباب؟ حد غير الوليه دي شافه الوضع المخل اللي بتقول عليه؟ لا يا بيه احنا خدنا على اصواته ومبلوزه وصدقنا اللي قاليه. وانت؟ لا ما قالتش كده يا باشا. الحمد لله. مش عايز اسمع نفس. مساء الفل. اهلا سراج بيه، تعالى اتفضل. ايه الخير ده كله يا علي بيه؟ اه الخير على قدوم الواردين يا سيدي، تعالى استلم. كمل انت يا باشا. لا لا ده انا عندي مشوار مهم ومتاخر قوي عليه.
يلا ربنا معاك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. يا حامد خليهم يجيبوا لي القهوه بتاعتي بسرعه. تمام سعادتك. يلا. مين فيكم اللي مقدم البلاغ؟ انا يا بيه. ملك موكا يا ملك يا فندم. اي خدمه؟ انا المقدم علي المنشاوي. ممكن اتكلم مع حضرتك شويه؟ تحت امرك. اتفضل. شكرا. مش عايز وجع دماغ وحوارات ملهاش لازمه عشان ما طلعوش على عينيك. خدت منك كام؟ ما خدتش مني حاجه يا باشا. يعني انت عايز تفهمني انها وقعت في سحنتك الجميله دي ولا في عينيك المعمصين ولا كنش راجل نسوانجي وقراري كده وقور وانا ما اعرفش؟ يا باشا انا نسوانجي سعادتك شايفه خدي قد بنتي. في ناس كده تحب السجن تشتاق له. وحشك السجن؟ وحشك السجن يا صبري يا ايوب؟ يا باشا انا قضيت مدتي ووفيت بديني. الشكوى دي كايديه وسعادتك اسال علي باشا. وعلي باشا ماله بقى كان معاك ولا ايه؟ بص يا صبري لو شاهدت على البت دي انا هعتبرك شاهد ملك واخرجك من القضيه وتروح. بس انا احب اعرف كل التفاصيل. كنت لابس ايه؟ كانت لابسه ايه؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ ساعتك عايز نكذب يعني؟ لا يا حبيبي ما تكذبش. انا هعرفك انك كذاب. اركن هنا ووشك للحيط. اركن! هاي يا نبيل هتتعبيني هتعبك. هتريحيني؟ اريح؟ خدتي منه كام؟ يا ابني ده قد ابويا. هو راجل محترم ومصلي. اي ولا ايه يا الو؟ اه يا باشا. ولو مش فاضي يا باشا فضالة. كام قتيل؟ يا حاضر يا باشا ننفض ايدي واجي لك على طول يا باشا. حاضر يا باشا. مع الف سلامة في رعاية الله. يا حامد! أوامر سعادتك. حضر البوكس وقوة كاملة وتسليح عالي وخلي الاتنين دول عند عوني لحد ما نرجع لهم. تمام سعادتك. واحنا ايه دخلنا بالحكاية دي؟ شهود. احنا بنستجوب كل اللي كانوا موجودين في المكان. يمكن يكون حد شاف حاجة كده أو كده. كان نفسي أفيد حضرتك الحقيقة. أستاذ طارق أكيد حضرتك عارف إن أنا كان المفروض أستدعيك أنت والمدام للإسم وآخد أقوالكم بنفسي. بس أنا الحقيقة لما عرفت إن أنتوا لسه متجوزين قلت ما يصحش برضو يعني. ميرسي لذوق حضرتك. امال المدام فين؟ كنت حابب اسالها بنفسي. انت عارف برضو ان الستات بيبقى عندهم قوه ملاحظه اكتر من الرجاله. بس للاسف المدام مش موجوده دلوقتي. مش موجوده؟ مش غريبه شويه؟ يعني انتوا لسه عرسان جداد؟ لا خالص هي ما
والدتها تعبت فجأة فهي كان لازم تروح تطمن عليها. لا ألف سلامة. طب يا أستاذ طارق أنا هسيب لحضرتك الكارت بتاعي، يا ريت المدام تكلمني يمكن يكون عندها حاجة تفيدنا بيها. تحت أمرك. عن إذنك. اتفضل. شرفت. بقيتي احسن. حد يعمل في نفسه كده؟ عايزه تموتي نفسك. موت اهون لي من اللي انا فيه. أنا حياتي ملهاش لازمة من غيرك أصلاً. بعد الشر عليك يا حبيبتي. مفيش حاجة ملهاش حل. احكي لي بس إيه اللي حصل. يوم الفرح الصبح وأنا بلم حاجتي من الشقة، أخويا جه وقال لي باباكي تعبان قوي في العناية المركزة وخدني ونزلنا جري. طب وما كلمتنيش ليه؟ أنا جيت أكلمك وإحنا في أول الطريق لقيت إن أنا نسيت الموبايل. بقول لأخويا نرجع نجيبه، قعد يزعق. قال لي باباكي تعبان مفيش وقت، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب ما كلمتنيش ليه من تليفون اخوكي؟ وانا ما بحفظش الارقام، وبعدين ما انا كده كده ما كانش هينفع اكلمك قدام. بس ده يوم فرحك يا عشق. انت عارف ان انا ما كنتش قايله لحد، انا ما كنتش قايله لهم كلهم، ما قلتش الا لبنت خالتي بس. نتاليا السافله دي خانتني وقالت لهم. قالت لهم؟ يعني هم كانوا عارفين ان احنا هنتجوز؟ ولما روحت اسكندريه لقيت بابا مش تعبان ولا الموبايل انا كنت ناسيه. أخويا كان مخبيه عشان ما أكلمكش. يعني كان بيضحك عليكي؟ من يوم ما رجعت وهم حبسيني في البيت. طب وبعدين؟ ولا حاجة. قعدت أمثل عليهم إن أنا ندمانة وإني استسلمت لهم لغاية ما هديوا عليا شوية. وأول ما قدرت أتحرك جبت الشبكة وجيت لك جري عشان أقول لك إن إحنا مش هينفع نتجوز. إحنا القصة اللي بينا انتهت خلاص. نهو عليها قبل ما تبتدي يا ياسر. هيعملوا فينا ايه يا عم اليو؟ والله ما انا عارف يا بنتي. انا بس بدعي ربنا ان الظابط الاولاني يجي ويمشينا. انا قلت خلاص الحكايه خلصت. الحكايه اتحققت تاني. ربنا يسوها يا رب. مش كان زمانك خرجت انت منها وشدت عليا؟ لا يا بنتي. انا راجل دوت الظلم. مستحيل في يوم من الايام اني اظلم حد. اقول لك حاجه بس ما تزعلش. انا لو كان قال اشهد عليك كنت عشان. اوعى اوعى يا بلبلة تعملي كده. مش عشان انا لا. انت لو شهدتي عليا هيسجلوكي اداب ويفتحوا لك ملف ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. كويس انك فطمتني. الدنيا دي ما فيهاش مطرح للي قلبه نضيف زي. الناس وحشه قوي يا عم الحاج. قصدي مش الناس يا بنتي. الناس غلابه كل واحد مالي في دنيته. ارمي انت بس حمولك على الله. ان شاء الله هو هيحفظك. يحفظني. يحفظني ايه بقى؟ هو أنا كنت حفظت روحي عشان يحفظني؟ منك لله يا عناني الكلب اللي هشوف يجي يوم قادر يا كريم. لا لا يا بلبلة اوعي تدعي على حد يا بنتي. ادعي له ادعي له ان ربنا يهديه. ادعي له. لما ابويا مات نزلت انا واخواتي البنات عشان نشتغل. وقفت في مطعم فول وطعمية، كنت بغسل الطباق وأقلي الطعمية والبتنجان، كنت بقلي شوية طعمية ريحتهم دي تجيب الزبائن من على آخر الشارع. أنا لي صاحب الدكان كان تملي يقول لي أنت مرزقة يا بنت يا بلبلة ووشك حلو. طيب ما هو كان كويس معاك وما بتدعي عليه ليه؟ كان كلامه حلو اه بس دون الطعم اللي كان بيصطادني بيه ويزن على الودان امر بالسحر
حبيته وعشمني بالجواز. تغلطي معاه. كان يوم ما تبي يسكر دكان علي انا وهو، والناس اللي عايزه شد وتشد واقفين بره مفكرينه بيصلي. انت ازاي تسلمي وشك بالسهوله دي؟ كنت بحبه ومش فاهمه ولا عارفه، بس بعد كده فهمت، التقيت ان هو كل همه يسك الدكان علي انا وهو، لحد ما في مره قلت له خلاص انت اخرك معايا كده، يا اما تتجوزني يا اما اروح اشرد لك عند ام محمد. طبعا شتمك وطردك من المحل. يا ريت، ابن الحرام بلغ عني في المركز اني زرقت منه انبوبتين بوتاجاز وكانوا هيعكشوني لولا شربت وسبت لهم البراد اللي فيها. طب واهلك واخواتك؟ كنت افضل معاهم يعني؟ وقفوا اخواتي البنات وصياتهم، قلت اخلص من روحي. وانا تلك نفسك يا بلبله؟ رحت عشان ارمي نفسي قدام القطر، بس خفت ما قدرتش، ركبت القطر لحد ما جيت لحد هنا. معلش معلش يا بنتي، كل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون، ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده التواب. توبي الى الله كده واخلصي النية وان شاء الله هنشوف كلام عليكي. يا رب. لا يا عشق، انت معايا ومش هسيبك تبعدي عني تاني. احنا نتجوز زي ما احنا متفقين ونحطهم قدام الامر الواقع. مش هينفع يا قاسر، الموضوع بقى اصعب من الاول بكتير. انا عيلتي كبيره قوي، دي فروعها في الصعيد اكبر واكتر من اللي في اسكندريه، وبعدين انا بابا خلى اخويا سال عليك وعرف عنك كل حاجه، يعني لو اتجوزنا من وراهم حياتك انت اللي هتبقى في خطر. حياتي؟ وانا ليا حياه بعيده عنك يا عشق؟ احنا حياتنا ومستقبلنا مع بعض، ولو حياتي هي التمن انا مستعد ادفع التمن وانا كسبان ومبسوط. لا طبعا انا لا يمكن اقبل بكده يا ياسر، انا بحبك، يعني لا يمكن ابقى سبب في حاجه تاذيك. انا لازم امشي دلوقتي، يا دوب ارجع اسكندريه بدل ما يحسوا بغيابي او الاقيهم طابين علينا هنا. مفيش سفر ومفيش اسكندريه ومش هسيبك تبعدي عني تاني. لو سمحت يا ياسر بقى، انا خلاص قررت انساك، يا ريت انت كمان بقى تنساني عشان ما نعذبش بعض اكتر من كده.